السلام عليكم عسام، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم مش نعملوا عرايس، مش نعملوهم بالخضرة المشوية، ومش نعملوها بالجبن لوفت وشوية سلامي وشوية ماسترد، بنينة برشا. نشوفوا ريسيبي توا توا. ناخذوا بول نحطوا فيه كريمي تشيز اللي هو لوفت، ونحطوا شوية بيستو صوص وشوية ماسترد، ونخلطوا كل مع بعض. نمسحوا الشواية بشوية زيت زيتونة والأوبرجين إيك بلانت والمشروم، ونحطوا شوية ملح، فلفل أكحل وشوية فلفل أحمر شايح. نفس الحكاية، نحطوا بالفوشة الزيت على الخضرة، نقلب الخضرة متاعنا. ناخذوا الخبز اللبناني نحلوه على اثنين، نزيدوا خليط الجبن هذايا من الداخل، نحط الخضرة المشوية كعبة بحدة كعبة بحدة كعبة، والسلامي والطماطم اللي هي نية. نسكر الساندويتش، نعمله ضربة زيت زيتونة من فوق، ونحطوه في ماكينة البانيني مش حتى تحمار مدة على الأقل 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. ومن بعد نقصوها ونعملوا معها شوية سلطة ميكس بالزيت زيتون والبلزاميك، تجيك وصفة بنينة برشا برشا. شفنا كيفاش الخبز اللبناني، الخبز اللبناني كيفاش عملناها محشي بالخضار وبالسلامي وبالبيستو وجبنة اللوفات، وعملناها بعديك مشوية في ماكينة البانيني مع شوية سلطة من فوق، بنينا برشا هيلثي وسناكينج معناها على السريع، ما ياخذش برشا وقت، بنينا برشا. إن شاء الله تكون عجبتكم. كان معكم شيف وفيق، باي باي.